السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الفنان الموسيقي وأستاذ آلة العود زياد هادي استطاع أن يقدم لفنه وآلته الكثير من الحب والاهتمام، وهو يواصل شغفه بتقديم دروس لطلبته تساعدهم على تطوير قدراتهم في مجال الموسيقى. آخر الأشياء اللي بديت أشتغل بها هي دورات موسيقية لتعلم آلة العود، وخاصة المدرسة العراقية. والمدرسة العراقية هي تتميز دائما بتنوع في الأداء، وهذا ما تناولته طبعا في رسالة الماجستير في جامعة بغداد، اللي هي عناصر التأليف الموسيقي لمؤلفات الفنان نصير شمل، واللي هي إن شاء الله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى راح يصير كتاب تتوزع في الوطن العربي بناء على توجيه من الفنان نصير شمه. فأخذت على عاتقها أنه يكون عندنا دروس تبين المدرسة العراقية، واللي بالتالي طبعا انتشرت الحمد لله بنجاح باهر في هذه الدورات اللي هي أونلاين طبعا عبر الانترنت لمختلف دول العالم. ومثل ما تعرفون أنه المدرسة العراقية هي تقدر تعزف المدرسة المصرية التطريبية والمدرسة التركية، يعني تختلف عن بقية المدارس اللي هي تكون لها خصوصية فقط في المدرسة. وبالتالي نجحنا بالدورات الموسيقية اللي هي حاليا أونلاين، واللي استقطبت كل الدول العربية وحتى المغتربين الموجودين في دول العالم. خليت منهاج، هذا المنهاج هو أساس لتعلم آلة عود بطريقة جديدة، ويكون طريقة مبسطة، ولأنه إحنا عندنا نوعين حقيقة في دراسة العود. النوع الأول هو اللي يحب إنه يدرس لكن ما يريد يحب يتعلم النوتة، طبعاً هذا الشيء غير صحيح، لكن أنا استخدمت الطريقة بحيث تكون بسيطة حتى يتعلم النوتة الموسيقية اللي هي مثل الإنسان اللي يعرف يقرأ ويكتب، وهذا شخص ما يعرف يقرأ ويكتب، وبالتالي راح تفيده من خلال انه يقدر يسحب اي شيء من الانترنت ويقدر يعزفه. فلاقة نجاح، هذا اخر شيء اللي احنا يعني كملناه في دوراتنا الموسيقية، واللي هي موجودة حتى على قناتي على اليوتيوب. بالنسبة للتفكير في هذا العمل كان هو في فترة وباء كورونا، اللي هي لازم القالي في موضوع معين حتى لنقدر انه نترك هذه الآلة ومحبيها في العراق وفي العالم العربي. لكن انا ابتكرت هذه الدورات في هذه الفترة، في فترتها الفترة ذيك، فاستمريت مدة سنتين طبعا ومستمر لحد الان، لكن كانت فترة سنتين هذا كانت مهمة جدا، بسبب انه تعرفون انه العالم كله توقف، فيحتاجون إلى منفس أو تنفس في عملية أنه ما يقدر يخرج من البيت، وبالتالي يحتاج في الشيء. فأنا ابتكرت هذا الشيء ساعدني أنه خلت الناس أنه تتواصل مع آلة العود وتكتشف مواهبها اللي هي كانت مدفونة، وبالتالي أيضا قادتني لعملية أخرى اللي هي كثير من الناس أنه تقول أنه أكو مرحلة عمرية يتوقف عندها تعلم آلة العود. أنا اكتشفت في الشيء بالعكس، درست اللي عمره 60 سنة وحتى درست عمر 75 سنة، بس هذا اللي عمر 75 سنة عنده أوليات بالعود، كان صلحتها في كيفية تعلم آلة العود وكيفية تعلم المقامات طبعا المقامات العربية دنيتشي، ومن ثم المقامات العراقية اللي هي جزء من عندها محلي وجزء من عندها نقول عليه بكلمة مستورد، يعني بسبب كثير من استيراد من بقية الدول في تلك الفترة. حاجة المدرس بالنسبة للي يتعلم عود حاجة مهمة جدا،
لان احنا مثل ما نعرف ليتعلم آلة موسيقية يجب ان يكون لديه ليس فقط فنان، يجب ان يكون عنده طلاق تدريس بالتدريس. يعني كثير من الفنانين فنانين مرموقين والى مستوى، لكن ما يملك يعني طريقة التدريس او حرفية بالتدريس او عملية طلاق التدريس توصيل المادة للطالب. فالطالب يحتاج انه مثل ما نقول بالعامية انه تنزل معه حتى تقدر انه تتواصل وياه وتوصل طريقة بطريقة سهلة جدا. يعني طريقة التعلم العود بطريقة سهلة جدا وبسيطة حتى يقدر يتواصل. فهنا احنا هنا تكمن شنو أهمية المدرس. المدرس يجب ان يكون عازف موسيقي اكاديمي، ويجب ان يكون عنده طلاقة تدريس بتوصيلها. وهاي تيجي كلها منين؟ من الخبرة المتراكمة مع المدرسين طبعا، مو بالعزف مع الفرق. عزف الفرق يعطيك انه قوة بالعزف ديناميكية طبعا، ولكن طريقة التدريس هاي لا تكمن مع منو واكبتهم ومنو اساتذتك اللي كانوا. وهذا دليل انه انا واحد من اساتذتي كانوا الاستاذ الكبير علي الايمان الله يطول عمره، فكان يعطيني مع الفن يعطيني طريقة تدريس مبسطة، وبالتالي احنا اخذناها وضفت عليها كثير من الاشياء حتى تقدر توصل للطالب. فالطالب عنده مهم جدا المدرس انه كيف يوصل المعلومة الى بطريقة بسيطة بعيدا عن التعقيد، لان كثير من الاماكن ومدرسين اللي يدرسون بها آلة عود يمكن اول يجي اول محاضرة محاضرتين وبعدين يترك الآلة العود، ويمكن حتى يصير عنده عقدة من الآلة الموسيقية. فالمدرس له أثر كبير في عملية التدريس. من ناحية التأليف الموسيقي عندي 3 قطع موسيقية اللي هي تقاسيم على وتر من بغداد. بغداد أيضا عندي قطعة موسيقية إلى حبيبتي، وأيضا عندي كان عراق الله أوبريت اللي جمع كافة طوائف العراق الحبيب. تناولت بي انه الموسيقى طبعا البغدادية، وكيف انت تذهب الى منطقة في بغداد تحس وتشعر انه انت في بغداد القديمة. ثم تناولت ذهبت خارج بغداد الى محافظاتنا العزيزة وتناولت في هذا الأوبريت اسمه عراق الله، وحتى هو موجود حاليا على اليوتيوب الحاني طبعا. فقدمنا صورة ممتازة جدا لهذا اللحن. أما بقية الألحان تنطرح علي ألحان عاطفية وكثير فبدأت بها، لكنه دائما احنا نتناول للكلمة، يجب أن تكون الكلمة مهمة جدا وليس هابطة في الحقيقة. لذلك عملية النص دائما تصير عندنا إشكاليات به، مشكلة تصير عندنا به. ليش؟ لأنه الوقت يختلف عن ذاك الوقت، فيحتاج لنا كلمات قوية في الألحان. هذا بالنسبة للألحان، بالنسبة للمؤلفات الموسيقية، بالنسبة لرسالة الماجستير اللي راح تنطبع وتصير كتاب وراح تتوزع واللي تتناول بها عناصر تأليف الموسيقى العالمية، وهي بحاجة الموسيقيين حتى في العراق طبعا العازفين المغربيين. وأما الموسيقى الشرقية تناولت عناصر التأليف الآلي العربي، يعني من ضمنها السماعي والبشراف واللونجة، وهذا مهم جدا طبعا. تناولت بعناصر التأليف انه انت كيف تعزفها، اي وزن ايقاعي، لانه انا صلحت به انه في مجتمعنا العربي ما يصير نقول هذا ايقاع. الايقاع عبارة عن مركبات، لازم نقول الوزن الايقاعي. مثلا وزن الايقاعي جورجيني، وزن الايقاعي مصمودي، وزن الايقاع الوحدة. فتناولت كل هذه الأمور من خلال هذه الرسالة. أما بقية الأمور إحنا يعني في مدرسة موسيقى البالية أيضا دنمي مواهب كثيرة، واللي هي على عاتقها هم طرق تدريس جديدة في تدريس الأطفال الموجودين. وحاليا إن شاء الله إحنا بدينا نأسس ونعيد فرقة أكاديمية الموسيقى العراقية، اللي هي راح طبعا تتناول الارث والموروث العراقي بكافه حذافيره،
وطبعا هو التراث العراقي قابل للتطوير وغير قابل للتغيير. يعني احنا نقدر نطور من عنده بس ما نقدر نغيره، نطوره بالتوزيع، نطوره باضافه الالات الموسيقيه. فان شاء الله راح تاخذ على عاتقها فرقه اكد الموسيقى هذا النهج الجديد. واخر شيء اللي هي الدورات اللي عملنا مدرسه العراقيه بالعود الى كافه انحاء العالم، طبعا مو فقط الدول العربيه، ودليل على ذلك كثير من طلبه العرب والعراقيين موجودين حاليا وياي. بالنسبه لتونس كنت استاذ في المعهد العالي للموسيقى في مدينه قفصه، هم يسموها باللغه التونسيه قفصه، هي مدينه على الحدود الجزائريه، طبعا على الحدود الجزائريه. هذه المدينه درست فيها، نقلت المدرسه العراقيه من فناننا الكبير رحمه الله فنان كبير منير بشير وجميل بشير، نقلت جزء من المدرسة العراقية اللي هي دائما تعتبر عالية المستوى في الوطن العربي. هم على هذا الأساس احتاجوا أنه أستاذ عراقي أنه يجي يدرس آلة العود، كانوا هم مختصين وفرسان بآلة العود. لذلك أنه بديت نقلت هذه المدرسة، وبالفعل صار خرجت عام كامل مجموعة من الطلبة، وحاليا هم أكملوا حتى الماجستير هناك في تونس. كانت تجربة مهمة جدا، عزفت في كثير من المهرجانات من ضمنها مهرجان الشعراء الكبار في المدينة العتيقة في شارع أبو القيابة، ومن ضمنهم أيضا في المركز الثقافي في مدينة سويس الساحلية، أيضا عزفت مهرجانين للسينما الصامتة، وأيضا في حفل استقبال المغتربين العراقيين أيضا عزفت، وكثير من الحفلات اللي عزفت بها في تونس. هذا كان شرف لي كبير انه امثل العراق في تونس. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.